قررت عدم المشاركة بمناظرة المترشحين عن الحزب الجمهوري، رغم أني أعلم أني أتقدم بفارق 60 نقطة ولدينا 8 أشخاص يتنافسون، ولا أعلم كيف سيردون على الأسئلة. أخذت إجازة لنفسي من عدم الحضور. أنا سعيد جدا لعدم مشاركتي في هذه المناظرة. Decline is not inevitable for the average family. And I must tell you, with all due respect, the real choice we face in this problem. We'll agree that we are not going to put of a guy who's he may be disqualified. And even the one that's probably not going to. I think I'm pretty sure. كل الاتهامات الموجهة لي زائفة، ولو نظرت إلى حديثهم عن السجلات الرئيسية بأنني لم أقم بحمايتها، في حين أن جو بايدن كان يخزن سجلات في تشاينا تاون. تم توجيه كل هذه الاتهامات لي لأنني أحظى بمواقع متقدمة بالاستطلاعات. أعتقد أن جو بايدن هو الرئيس الأكثر فساداً وهو الأكثر تميزاً بعدم الكفاءة، لكن لا يخفى أنه مرشح رئيسي.